متابعيني وحبايبي وطلابي من كل دول العالم، من بعد النجاح الكبير اللي حققه خلال ما في يومين ثلاثة الفيديو تبع السيد ميكائيل اللي سويته، حبيت أعلمكم أسرار جديدة وهذا له أسباب. قبل ما بلش بهالمواضيع بعرف انكم انتم بتتحملوني اني بيقولوا عني بلغي شوي، يمكن بلغي كتير، بحاول اوصل الفكرة لكم. يعني هون الحمد لله خلال فترة بسيطة حقق الفيديو هاد اكتر من 17 الف، قريب 18 الف زيارة. مو بس الزيارة اللي انا كنت سعيد فيها، اللي ساعدني فيها انه تقريب اكتر من 1300 اعجاب عجبوا بهالموضوع هاد، مقابل 30 واحد ما عجبهم. يعني رقم يعتبر 1300 على 30 رقم الحمد لله أكثر من ممتاز. هذا خلاني أعملكم وتشجع أني أعطيكم أسرار أكثر. هلا الحرجة على علم الحرف، طبعا بحاول أنا كعلم الحرف هذا عن وعلم الاستنطاق من أعظم العلوم اللي تخطر ببالك بالعالم، هي اللي بيعطيك العلوم الباطنية وعلوم اللاوعي، ولا ترتيب كتير مرعب، كتير بيوصلك لمرحلة إنك تفوت أعوان وأكوان تاني. مشان أنا ولكن ممكن الناس بتقدر تستوعبها. وبقدر اقول لكم شغله انه يمكن تستغربوها، انه في اشخاص كتير وتنظيمات كتير وطوائف باطنيه عم تحاول من خلال النت انه ما توصل الناس العاديين اللي بيسمون العوام. العوام يعني انتم ممكن تفهموا بهالعلم بتخفيفكم بامور الحلال والحرام و هذا اذا بدي احكي الاول ما الاخر. في أشخاص منتفعة من هالموضوع انتفاع مو طبيعيين، وهن أصحاب مال وأصحاب سلطة، فعندهم استعداد بأي طريقة إنهم يحاربوا الناس ما يصلوا ويستوعبوا العلوم هي. وهي العلوم يلي بيقولوا لكم إنه أهل الغرب وأهل اليابان ما بيشتغلوا فيهم، يلي بيقول لك الكلام اشتح كندرتك تحطها بتمه، لأنه هذا الشخص لا بيعرف اليابان ولا بيعرف أوروبا ولا بيعرف برا، بالعكس هي كلياتها مرخصة وموجودة ولا أبحاث ولا كذا هون وأكثر ما تتخيل. ولكن نحن وحتى لو واحد إجا قال لك، يعني أنا شفت كثير من الأشخاص، يعني ما معلش عم طول عليكم الموضوع بس أنا بوصلكم فكرة. أنا هون ودا عشت بألمانيا ودرت بأوروبا وكذا، أنا شفت الأشخاص اللي جايين هون دارسين ومن الدول العربية ودكاترة ومهندسين وكذا وصيادلة، واجتمعت معهم وفي منهم شاطرين وحققوا نتيجة، ولكن هدول الأشخاص يمكن ما عرفوا بألمانيا أكثر من الجامعة وبيتهم، يمكن بالسكن الجامعي ما طلعوا عرفوا أكثر من هيك، وبيرجعوا بيقول لك ألمانيا وما ألمانيا. وهن وقت بتشوفهم هون بتشوفهم أولاد ما عارفين شيء، وبيتخرجوا وبيرجعوا لبلادهم بيتفزلكوا على أهل الدول العربية، وهن والله مو عارفانين الله وين حافظهم، ولا فهمانين شيء من ألمانيا ولا شيء. طبعا ما لهم فاضيين هلا، الله يعينهم عند دراستهم عندهم كذا، بس هي الفزلكة والكذب بلا، ويجي يقولوا لك ما في وفي وشفنا وما شفنا. ناس عم تدرس هون عندك بيوصلوا 10 ساعات و12 ساعة دراسة، هو شو فهم من ألمانيا وشو قرأ عن ألمانيا وخلص دراسته والله كتوله مي الله على بلدك ركض، شو فهموا هذا؟ ليحكي عن ألمانيا لأوروبا أو البلد اللي طلع عاش فيها. فما كل اللي اتخذوا كلامهم من هدول، خذوا كلام الأشخاص اللي عاشت عن جد وشافت. طبعا في أشخاص كمان عاشوا بس إنهم بيعرفوا على حسب الجو تبعهم، ما داروا ولا أجوا. وأنا على فكرة والدليل على هذا إني أنا رخصت أكاديميتي من هون، وترخصت بالوقت اللي كان ترخيصها بالوطن العربي صعب كتير، وبنفس الوقت اللي منكم بيعرف اللغة الألمانية بإمكانه يعمل بحث وشير على هالمواضيع وشوف قديش مرخصة. ما نطول الحكي والرغي، خلينا نفوت على القصة. أول شغلة بدي أقول لكم شغلة كمان، في كم شغلة
حابب لكم يا هم معلش لو طولت عليكم. احد الاشخاص طالع عم يطلع على التلفزيون عم يقول لهم البعد الرابع انفتح البعد الخامس علينا، والبعد الخامس اللي بده ينفتح علينا هلا هو البعد الشيطاني. الله لا يعطيه عافيه، لا هذا لا دارس ولا متعلم ولا بيعرف شو الوضع الروحانيات ولا بيفرق بين الملائكه ولا بين الشياطين. بتقدروا تستوعبوا نظام الابعاد شو هو؟ ثلاث ابعاد، احنا عايشين بثلاث ابعاد بحياتنا. هن مرتبطين بحالة السمع والبصر والاحساس بالمكان. تمام، هذا الموضوع عن اهل الطاقين اللي عم حاكيكم اياه وعن اهل الروحانيين. فبيقولوا لك احنا بثلاث ابعاد بنستوعب هذا البعد الثلاثي اللي احنا عايشينه ومستوعبين فيه، فالبعد السمعي بنقدر نسمع من خلال البعد السمعي، بعد البصري بنقدر نشوف ونحس بالأمور اللي حوالينا ونشوف كل شيء ونستخدم هدول الأبعاد الثلاثة نفسهم اللي يسمون السمعي والبصري والحسي بعلم النفس وبالعلم البرمجة اللغوية العصبية. في بعد منا بعد رابع، البعد الرابع هو اللي قريب منا واللي هو حالة نقدر نشعر فيها وهو البعد الأسيري، وهو اللي مرتبط مع بين الجن والشياطين. الجن والشياطين موجودين بالبعد الرابع ولكن احنا ما بنشعر فيهم. هلأ جماعة يقال انه احنا من زمان كان عندنا مقدرات نشعر كبشر بالبعد الرابع، ولكن هذا على زمان حضارة أطلانتس وحضارة راما. ولكن بعد ما صارت الحرب النووية بين حضارة راما وأطلانتس أو ما تم بقول الطوفان انضربت شو؟ انضربت جزء من الحواس عنا، وكان في أشخاص من أبعاد أخرى هدول اللي موجودين فيهم الشهر العربي اللي احنا بنسميهم آب تموس عشتار، هدول اللي بيقولون كان عنده ألقاب آلهة. هدول كانوا يجوا من البعد الرابع ومن البعد الخامس يتواصلوا مع البشر. هلا ما تواصلوا مع البشر بعد الحرب الكونية اللي صارت أو الطوفان اللي بدك تسميه، بالديانات السماوية بسموه الطوفان، علماء التاريخ بسموه شو؟ الحرب العالمية الكبرى اللي صارت وصار فيها القارات. هاد شو صار؟ راح عنا ميزة إنه التواصل مع البعد الرابع. طيب في شيء صفة الميزة موجودة بحالة اللاوعي عنا عند أشخاص معينة، عند أشخاص بيسموهم زوات الدم الأزرق، هدول نفسهم اللي كان هتلر يدور عليهم وقال هدول الوحيدين اللي لازم يحكمون عنهم، بقية العالم عبيد عن جماعة الدم الأزرق. وفي الدم الذهبي هي إلى درس خاص ما بضيع الفواتكم. طيب الموضوع هذا وين وصلنا؟ وصلنا إنه في أشخاص في البعد الرابع هو الجن، المخلوقات الفضائية والشياطين. طيب شو هو البعد الخامس؟ البعد الخامس هذا اللي هلا ما اعطيك درس عنه هو الملائكة، وهن مخلوقات نورانية أعلى من الإنس وأعلى من الجن، وهي مخلوقات موجودة بالبعد الخامس. بيطلع واحد مفزك على التلفزيون بيجي بيقول لك رح ينفتح البعد الخامس ونحن بالبعد الرابع، شو دخلنا بالنحن البعد؟ ما نحن بالبعد الثالث، البعد الرابع بعد الجان. ما له فرق بين البعد الخامس وبعد الرابع شو هن. نضيف على هذا الشغلة اللي بيزعجني، بتيجي واحدة تصور فيديو عم تعطي دورة انه هي تعرف الملائكة والملاك عطاها ريشة لحشيها على سيارتها. شو بدي احكي وفلت ثاني الا بدي اقول لك مثل ما بيقولوا المصار وهي بدي الجزمة. لك شو الملاك عصفور له ريشة؟ بيقولوا لك الواحد هي لك ضحكتي الناس علينا. شو مفكرتي ملك عصفور له رياش؟ يعني إذا مكتوب له أجنحة ففكرتي بكل مخك الصغير إنه له ريش والريش بينزل، وفكرتي عصفور لما فكرتي نصير لك هذا ملك 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 نوراني بيكون في شيء عصفور على الشجرة تبعك وقعت ريشه وريشته ونزلت على هي السيارة تبعك يا لا حول ولا قوة إلا بالله. المهم طيب انتو بكون تصوروا ملك شو ما بكرة واحد يجي يقلي كمان ليش انا عم حاكي الحكي انه في فيديو هذا كتير يجي يقلي البعد الخامس وكذا، شرحت شو البعد الخامس هو بعد الملائكة. ايه طيب تدري يصلوا للبشر في ناس حالة نورانية معينة اذا بتذكرها بتشوفها، اقلها هي الاحلام وبعدين ممكن تشوفها رؤية، وهي لهم علامات. وفي اشخاص متابعين الي وعم حاكوني واصلين لمرحلة عم يقتلوا يصوروا شي بتمنى للكل. طيب كيف نقدر نعرف الملاك الحارس تبعنا؟ رح بلشكم بشغله هي اسم محمد، هذا اسم محمد، باخذ اسم محمد
طالع العدد تبعكم في بكل هلا ما عم يعرف طالع العدد ليك، وهي حطيتكم نقول ابجد هوس حطي كلمون وباخذ الميم قد ايه رقمها 40 ديكا، شايفين ميم 40 ديكا ميم 40 كذا بيجمع طلع 92. هلا في طريقتين، في الطريقه انك تجمع طالع عدد محمد وفي اسم محمد ابن فاطمه. هلا يفضل يعني محمد بن فاطمة يعني واحد اسمه اسم أمه محمد بن فاطمة، محمد بن آمنة، محمد بن ماري، محمد بن دانا كذا أي اسم، فلانة بنت محمد بنت عديلة أي ما كان، بجمع اسمه واسم أمه ما بجمع كلمة ابن. طيب جمعنا واحد اسمه واسم أمه، أنا جربت لكم إياها على محمد لأنه شغلة بسيطة مشان ما ناخذ وقت كثير. طيب طلع 92، بعدين طالع المجموع. فانت اسمك بامكانك تطلع، بامكانك يفضل اسمك واسم امك، وبامكانك اسمك اذا تاخذ الملاك بشكل عام والملاك. في اشخاص مثلا اسماء اهليهم مو كل الاد معروفه، معروف مثلا كيف الواحد بياخذ اسمه، مثل انا مثلا موفى ارقيلي معروف باسم مين؟ المعلم الاكبر كبير المعلمين، ما باخذ بحسابي اسمي واسم امي لانه اسمي واسم امي غير معروف فيه، فباخذ شو كبير مدربين العرب، فهمت علي؟ باخذ لقبي مع اسمي طالع العدد تبعه، او باخذ معلم اكبر، هدول مشهور فيهم. واحد مشهور بده يكون الشغله هي، بس مو انت مشهور بكلمه دكتور ومتحط دكتور، لا دكتور هذا معناته انت شو موجود. لما معلم الاكبر كم واحد بالوطن العربي؟ معلم اكبر واحد. كم واحد كبير مدربين عرب؟ اثنين ثلاثه باختصاصات، معناته معروف مين هو. فانت بتاخذ اللقب المشهور اللي مو موجود كثير، مثل واحده مثلا اسمها رانيا سموها رورو، تاخذ رورو تحسب على رورو مو على رانيا، ما حدا بيعرفها. مثل في اشخاص بالكنيسه بتكون اسمها العربي مثلا سلمى او نور، واسمها بالكنيسه جورجيت. جورجيت هذا بالكنيسه ما بتاخذي، بتاخذي اسمك المعروف فيه. مثل مثلا ممثله مشهوره بتاخذ اللقب اللي هي اخذته، فهون بتاخذ لقب الشهره هو اللي بتقويه وبتربطه بطالع الملاك الحارس فيه، لانه الضربه بتكون فيه. يعني الانسان ممكن يكون له لقبه يتغلب على اسمه، تمام؟ فبتاخذ دي ما لقب بتاخذ على اسمه وهي بياخذ. طيب اذا واحد ابو فلان وابو علتان، لا ابو فلان ما بتاخذ، في الف ابو محمد بتاخذ انت اسمه المشهور فيه. طيب طالعنا 92، بعدين نجيب هي حاسب لكم اياها خالص ما في داعي، بس حسبت لكم اياها مشان تعرفوا. هي كلمة ايل، كلمة ايل هي موجودة باسم كل ملاك، هي قديش؟ 51. طيب ماشي، هي جبنا 92 عدد اسم محمد، وعدد وإيل عدد اسم شو؟ 51 عدد اسم إيل. طرحناهم من بعض، طرحنا من 92 طرحنا 51، قد ايه صفي الناتج؟ 41. هذا هو سرك، 41. ونقدر نرجع، شايفين 41. هلا بعد شغله اسمها الاستنطاق، شايفين الاستنطاق شو هو؟ جبت رقم 41 اللي طرحت منه شو؟ 51. بستنطقوا لهذا 41، شايفين هذا العدد 41 بعمل له استنطاق. الواحد شو رقمه؟ اذا جينا لهون لابجد الواحد شو رقمه؟ واحد. فهمت انا هون حطيت واحد. الأربعين شو رقمها؟ 40 رقمها مين؟ هي الأربعين الرقم تبع الحرف تبعها مين؟ معناته شو عملت هون؟ طالعت من العدد حرف. شو بيطلع عندي هون؟ بيطلع عندي أم، شايفينها هي أم؟ هذا اسمه الاستنطاق الرقمي. منضيف في إيل اللي تبع 51 شو صار؟ أما إيل، أم إيل، أم إيل. هذا الملاك الخاص لمحمد. طيب بدي أقسم على هالملاك، هذا بمكان يكون ملاك الحارس إلي، بمكان يكون ملاك الحارس لكل شيء أنا بدي إياه. شو بعمل؟ باخذه هذا، شو بساوي فيه؟ بحطه بقسم عليه بميكائيل، أقسمت عليك يا سيد ميكائيل بحق الله سبحانه وتعالى،
انك تسخر لي السيد او اخي، يفضل تقول كلمه اخي، اخي اما ام ايل، وبتبلش هذا تقوله اما سر العدد تبعه اللي بيستجيب معك انت بهذا العدد اللي طلعته اول عدد اللي هو شو اسمك، عدد اسمك 92، معناتها بقوله 92 مرة، 92 مرة بقوله عدد هذا الملك. هذا استخراج الملك الخاص فيك، الملك الحارس فيك اللي انت بإمكانك تستفيد منه بحياتك، ان كان امور المال او كذا. وبتطيش تقسم عليه ميكائيل، تقسم عليه ميكائيل لسبب انه ميكائيل هو حاكم السنة، السنة الثانية بكون لحاكم ثاني ووضع ثاني، وهذا بنعطيكم اياه بدرس ثاني. انا تهي الملاك بامكانك تستفاد منه من خلال سنة. وطبعا اللي منكم ببلش يشوفه باحلامه بمنامه ويرجده، هذا اللي بيسموه سر الملاك الحارس. طب خلصنا هون من الملاك الحارس، رح بلش هيك اعطيكم شوية شغلات تفيدكم على الدرس هذا. طبعا هذا رمز ميكائيل، شايفينه؟ تمام. هنبلش جد شواعكم شوي، يفيدكم معلومات على شغلات انا اعطيتكم اياها. اذا بيجي انا لهون وبعمل احدث الشغلات، بيجيني شخص هون عم يسلم علينا الملائكة الكرام، حلو كريم. وهي الراد في شخص هون عم يسألني اسمه سلام، بده يكون شاب، لون معين. هلأ اللون المعين هو الألوان الأحمر أفضل الشيء، وأفضل الشيء لون الزعفران الأحمر، بس بجوز ما عندكم يكتبوا بأي لون مو مشكلة، بس اللون الأحمر هو أفضل الألوان. هون عم تستخدم إنه الحسابات أعطيناك إياها أنثى ملائكية، أعطيناك الحسابات يا أنثى ملائكية، الله يجزيك الخير، الله يجزيك الخير المغرب، تحياتي لأهلي لأهلنا بالمغرب العربي. عفوا عم تشكرنا إلا أهلين، ونحن بنتشكرك على حضور معنا. اللهم ارزق العباد، الله يرزقك يا رب، يرزقك المال والسعادة والصحة. كمان بحق ميكائيل نحن نتمنى لك اياها. كمان في شخص هون عم يقول اللهم بحق اسمك الاعظم ورسولك وملائكتك وكذا، ولا احنا بنقول لك حق هدول كلهم الله يرزقك، كمان نتمنى لك يحسني كمان شيء حلو لك. وهي هذه الفيديو حاط سلامة العظيمة تقديري لك سيد علي، الله يرزقك كمان بحق السنة هي، لانه هدول عم يتمنى لهم الرزق كلهم، لانه كمان هن كمان هون متمني المال والهيئة بحق محمد، وقال محمد هو الملائكة، ونحن نتمنى لك الخير والسلامة. شكرا على المعلومات، ونحن نشكرك، سانكيو سانكيو، نحن كمان نتشكرك. عادي استخدمه للرجوع زوجي، شو رجوع زوجك يوسف العنزي؟ عادي استخدمه لرجوع زوجي، هذا رجوع زوجي، ما رجوع زوجي هاي مو جلبات محبة، هاي مرتبطة بأمور المال. أوف خوف ممتاز، ها نسوي طريقة أبراج، والله ما فهمت شو بأي لهجة عم تحكي. شكرا كثير أستاذ على الرأي، شفتك سنك، العفو. الله كمان نتمنى لك. كيف أنت سيب للأكاديمية؟ موجودة الأرقام، ممكن كنت تحكوا معنا. القص تأثيرات سلبي، واسمي عبد القادر، هلا اسمي تأثير سلبي علي. هلا ما في، بالعكس اسمك قوي، بس يفضل انك تستخدم اسم القادر كورد، وطالع عدده مثل ما حكيت، واسم القادر لانك عبد القادر، فاسم القادر كثير قوي لك، وشو اسمه، وهذا بيغير كثير من طاقتك، بيحولها لايجابيه، وفي معك ملائكه يساعدك، ملائكه اسم القادر. ممتنة لك يا مفاعل سارة العظيمة، شكرا لك، كمان بتمنى لكم، بتمنى لك الخير سارة، الله يطول عمرك ويعطيك مال كمان. نور نور نورة، تم سنة صدق الأمان بجزاكني لمقدم برحمة الله. 7 سنين، متى ما خلصوا 7 سنين هن هدول بيكونوا يا علي 7 عجاف،
ارجع أسس. وهلا سمية ميكائيل بتمنى لك الخير وان شاء الله برجع لك مالك ولا تنسى الفقرة ان شاء الله. بتخلص من الدين وبتخلص من الفقر والسنة بتتغير كل امورك يا علي. الاسعد 58 نعم. بتمنى لكم الخير ناني محمد نعم انت بخير وانا بتمنى لكم الخير. الله يرزقكم جميعا بعد الحسنة. ميكائيل ان شاء الله بيرزقك كمان. بحب هذا المراق. عم بقول جاء الاسم بهما اذا كنت صادق سالينا عسل وجاك هذا الاسم فانت الله فتح عليك بسر كثير رهيب. وان شاء الله نتمنى لك تكوني صادقه تكوني على خير. استخدمي بالخير. والله يرزقك ويبعد عنك الفقر. ميارة. استغفر الله ونحن نستغفر الله شو عم نعمل؟ وركت وركت فيكي والله يرزقك. زينب. طبعا جاي واحد هون مثل عادة تشكرون ميكائيل وما تشكرون الله وكذا وكل الفز ذكي شو منقول له؟ ميكائيل وتورط مع الشياطين. والله ما حدا شايف الشياطين ولا حدا غيرك انت. والله ما لك عفان انه ربك وين حاطك. ومنقول له هون شو؟ عزبالي. اللهم ارزق جميع العباد بحق ميكائيل. درس بيسوى ذهب. انت الذهب واتمنى لكم الخير. للزواج المتاخر مو هذا الزواج المتاخر بس كمان طبعا الله سبحانه وتعالى وبحق ميكائيل يرزقك عريس هيك يجبر قلبك وخاطرك. فاطمه شو نحن نشرك بالله؟ والله مالك عرفان ربك وينها. انت الثاني عزبالي ركد. طبعا هدول بيجي بيقولوا لك نشرك الله ما نشرك الله يعني انا هلا شو بدي احكي بدي ضيع لكم وقتكم فيه مو عرفانين شيء ولا عرفانين. المشايخ كلها والعلماء كلها قبل العصر كيف اشتغلت هدول بيكونوا كلاب شي زنجيل او كلاب شي شيخ مسلطون علينا. لانه الفرق بين ما تشوف 1300 شخص معجب و27 واحد عم يعووه فماشي الحال يعني. يوم الثلاثاء وغدا الاربعاء نعمل يوم الاربعاء تعملها حكيتها وراجع للدروس انها تساويها امتى معك من بعد المغرب ومعك الساعة 12 بالليل وده بيكون الناس عم يحتفلوا. ما احتفلت بعيد رأس السنة وده حمراء ما احتفلتي ولا مرة بعيد رأس السنة. وين توقع جدية كبير نزلنا لكم ياهم. رجع على سوق من زمان الجاهلية. زمان الجاهلية اللي تاخدك بالزمان الجاهلية كان عندهم فلك يا جاهل. روح عزبالي. طيب انا عاطفي او غلط اشرب الماي ما حكينا. والله كنت عم احكي عربي مو سنسكريتي. بتساويها بتشربيها مي دغري. بتمنى لك الخير. انا اسمي نسرين. ايه نسرين بنت فاطمه شكرا 27 برج العقرب. طيب هي شغلات خاصه لا ما بحكي لك اياها. الله وحده يرزق لان الله خلق كل شيء وخلق العباد الجن لا نشرك بالله. لك هذا الإجابة الثاني يلي عم يضيع وقته ويضيع عنا وقتنا. وإذا بتكون على باب شي أمير أو شي موظف لك مو مثل الكلب السلاي بتوقف عم تطلب منهم. مشايختكم بيقعدوا بيشوفوا الحاكم أو السلطان لك ما بيبوسوا كنادره. بيبوسوا كنادر الحاكم والمسؤول وانتم بتبوسوا كنادر الحاكم والمسؤول ومعلمكم الشغل. وهلا ميكائيل صرتوا عليه عم تشوفوا حالكم وبتقولوا لي ليش لساني بصير طويل على مزبلة التاريخ. بما ان جدك الامام علي عليه الصلاة والسلام لا تتوسل به خذ الجحش الثاني. سوري منكم انت شو التوسل بالامام علي اولاده في معصومهم من الامة من زالهم من توسلهم وخصم من الامة حق اهل البيت كنز وملائك تخدمهم لك اي مقابل. والله لا لك عرفان مين الإمام علي ولا لك عرفان مين كذا وقاعد بس حافظ لي كم كلمة عم ترددون. فمن فيك الله هك انت لو قال الإمام علي ما بتعرف هي علوم
استخدم الإمام علي من أمور الإمام علي، ما كان سمع عن شغلة اسمه جفر، ولا شيء اسمه زايرجة، ولا لك عرفان أن المشايخ الصوفية ومشايخة الشيعة والمذاهب الباطنية كلها بتشتغل الموضوع، ما في يدي فلتان من القصة، بس مين الكم واحد السلفي يدي طلعونا بآخر الزمان وجابت لنا هون بريطانيا؟ كنت من أي واحد فيهم؟ ما لساتك ما مبين عليك سامو هذا الكتاب، عيب الواحد حتى يرد عليك. يلا أزيل. مرحبا متابع من العلاقة عندي اليزيدية، أهلا وسهلا بالأخوة اليزيدية، سمعت في الكتب إحنا في الأمام مقدس لنا كما الجمعة عند الإسلام والأحد عند المسيح والسبت عند الأمام مقدس عند اليهود، جزاك الخير. أهلا وسهلا فيك أخي الكريم حسن الشيخ، بعرف لشو تقديسه وشو علاقته عن بقية الطوائف الباطنية، بحقق يرزق جميع الناس. هذا زلمة بيفهم بحق ميكائيل، ربي يرزق جميع الناس وربي يرزقك بحق كل الناس وحق ميكائيل. أفادكم الله بعلمه أقوى من كنوز الدنيا، الله يعطيك كنوز الدنيا والآخرة. شحال الحسين إبراهيم، رزق جميع عبادك بحق ميكائيل والله يرزقك بحق ميكائيل. شكرا، الله يبارك فيك ويبارك فيك. كلمة واحدة مختصرة في دراستي بحبك واتمنى لك السعادة، تستاهل الأمور كلها. آمين، وأنا آمين بحبك هنان وبتمنى لك السعادة. الله يبارك فيك، بارك الله فيك وزادك الله علما، الله يبارك فيك وبتمناكم. شكرا شكرا كثير، عفوا عفوا، والله يوفقكم ويعطيك مال دنيا وآخرة. رجعات من أنصار المهدي، عجل الله فرجه، لا تكتم عن إنسان طيب. آخ وأنت إنسان طيب، بس الإمام المهدي بده وده بده يطلع بده ناس قوية وعلماء، وأنا ما عم أكتم عنهم والحمد لله. واللي بده يأمن بالمهدي مزبوط ويأمن بعودة المهدي بده يعرف بده يشتغل الدنيا لهلأ، مو ينتظر المهدي. المهدي وده بيجي ده لازم لقينا جاهزين، مو لقينا جهلة وقاعدين. فلا تسألوا ولا تقولوا المهدي أنت بده يطلع، قولوا لحنا اللي بنسبة وجودنا هلأ ونسبة حالنا قدام كل العالم، مو ننتظر المهدي. صلوا عم ننتظروا المهدي 1400 سنة، شو استفادوا؟ شو بدنا بالمهدي؟ تركوا المهدي انت ما بده يطلع، مهم انه نحنا شو عم نعمل بحياتنا. لا بقول مين ابي، لا بقول مين جدي، ولا بقول المهدي، بقول شو انا سويت بحياتي. عم كائن اعطيه مال حتى يعيش بكرامة، ان شاء الله بتعيش بكرامة وما وتساعد المحتاجين ولا تعتاز حدا. عشت على هذه النصائح وانا وايد كلامك وانا بايدك، روح الله يوفقك يا رب. يا ميكائيل، يا الله يا ميكائيل، كمان بحق ميكائيل الله يوفقكم ويرزقكم. يا الله رزقنا بحق بركة ابراهيم، امين يا رب. ايه بعدين بحكيك، بنحكي على طالع هلا، عم نحكي على العام. ما اللهم ارزق الجميع العباد بحق ميكائيل. الترابين على الاحجار الكريمه، هم في حدا عم يشرح لهم، ساره عم تساعد رفقاتها، برافو عليها. اللهم اغني جميع عبادك من ميكائيل دحران للشيطان الرجيم. الشياطين وقت بشوف الملائكة بتتخبى. انا بجي الصدر شو يسوي كل الحكي، شو يسوي وزي فلانزي، والله صلي ساعة عم العي كلامك زي الفل، وانت كلامك زي الفل، مبين عليك مصري، بحب المصريين ولهجتهم. شكرا جزيلا ممتن لك لميكائيل ومكساز، وانا كمان ممتن لك على الكلمات الطيبة. اللهم ارزقنا بحقيقة، نحن ندعو باسم الله الحسنى مع الاسم الاعظم وليس باسم ميكائيل. كما اجانا واحد هذا اشراك، اجانا سلفي تاني في عند فزلك علينا حبيبي، قبل ما تفزلك علينا روحوا بس بطلوا تبويس الكنادر تبع مراقبون، وروحوا قبل ما تقولوا عنا كذا، روحوا قولوا على الأشخاص يلي كاسرين راسكم وعم يطعمونكم. حاجة بقى كلكم عملاء لبريطانيا، حاجة دسوكم بيناتنا بما فيه الكفاية، إن كان إخوانجي إن كان سلفي إن كان قبيسي، هلكتونا وهي شفناكم شو عملتوا، وهذا بلشتوا نزلتوا على العراق وسوريا دمرتوا وقطعتوا رقاب الناس واغتصبتوا النسوان باسم الإسلام، وكل ياتكن عملاء لمين؟ عملاء لبريطانيا وعملاء التنظيمات السرية. حاجة
إلى مزبلة التاريخ. تعجبني صراحتك أستاذ فعلا، قل له طيب يخلي لي إياك، وأنت كمان بين عليك الطيب بشوف الطيب، الناس كلها طيبة. الله موظفني أنا ولا الله يرزقك أنت وأولادك وأخوتك وجميع المسلمين والمسيحية واليهود والبوذية وكل العباد، مش بس المسلمين، كلياتنا. الله يرزقنا كلنا، ليش كلمة المسلمين بس؟ الكل الله يرزقهم يا رب، وينام الحرب وتعم السلام لكل الطوائف وكل الأديان. أهلا معلمنا غالي، اشتقنا كثيرا أختك من العراق، وأنا أنت أختي أهلا بالعراق وأهل العراق. حسيت حالي شوي كأني مطرب من الدولة تبع أهلا بالعراق وأهل العراق، بس حلوة. يلا علي جبيري، تحياتي لك سيد علي. ممتنين رب العالمين على نعمة بنك، بسم الله وملائكة رجال حياتنا سنة شفاء والسلام تحرر تحبك أحبك يا ملاكي الكريم. يا عيني شو هاد، وأنت كمان بين عليك ملاك، لأنه ما بشوف الناس ملائكة غير الملاك. مرحبا، الله يرى جميع ما حق بك جزيل أخ موفق، ويزيدك علما على علما صدقا. كل ما عم علمك كل ما الله بيفتح لي بواب العلم أكثر. أنا بشغل زاني أجيب شيء سبع شمعات حمراء، لك ما بدأ سبع شمعات حمراء يومانا، شمعة صينية بتكفي سبعة أيام. ميكائيل ارزقني ما وصلني على جميع أعدائي، دمرهم واقتلهم وخذ سارهم وما ظلمني وظلم أولئي. يا ستات طولي بالك، هاني الله يرزقك ويعطيك المال ويطلع البغضاء من قلبك وتنسي، أحسن من القتال وخناق البشر. هاي الخناق ما بجيب غير خناق. كل سنة أنت بخير، تمختك برج العزة، أتمنى سنة حلوة طرسي، وأنا بتمنى لك سنة حلوة. أنا جودة ما أعرف أي نوع برجي، تقدر طالع حطه على الانترنت بيطلع شو برجك. الله يعزك على الخبرية، أم الناس اللي بيعرف شو هو الخير والفرح. 10 سنين إن شاء الله تزداد عندك فرصة. ما اسمي كذا ما سير، حطيت لكم طريقة الجماعة البسية الجديدة عندي، البسية البسية إيش وقت البسية. جزاك الله خير عنا عن جميع المسلمين، مو بس المسلمين، المسلمين المسيحية واليهود والطوائف البوذيين والزركاج وكلهن. الشياطين ما تقدر علينا، لا شياطين إنس ولا جن. ليش؟ لأنه ما بشيلهم من الأردن. إذا بدي شيل من الأردن الشياطين إنس والجن كانوا من زمان طلع بإيدهم، ما بيطلع بإيدهم شيء. كبير يا معلم، وأنت كبير، الكبير قلبه كبير. الله يرزق جميع العباد، الله يرزقكم يا رب. مرحبا سامي، بزيك برجي ترابي، ما عندي حاجة ينفع خاتم أو سابة أو زيدي طبعا. وخاتم استمع قصتها ينفع بسيوم، تنفع بس الأوائل الجديدة هي أفضل شيء. برج الباطن عقرب مركزة، استعمل إيه؟ استعمل يا برج، برج الباطن عقرب والقمري الأزرق. هلا الباطن بعدين القمري. الطاسه موجود قرب صورتك، ايه هذا الطاسه موجود قدام صورتي. سعد الاميري كمان نتمنى لكم كلكم الخير. يا الله ارزق جميع العباد بحق ميكائيل ويرزقك يا رب. يا الله يا الله، ندعو الله والرزاق والغني، نقول كمان ندعو الله. شو عمل لك يا الله بحق كذا؟ فهم ابو مخ مقفول، انما نطلب الرزق من رب ميكائيل، ميكائيل مامور من ايه مزبوط. لشوفك بس اذا فتلك على شي فرع او فتلك على شو لعن شي مخفر شرطة وكبسك اول كف واول فلقة، مو تطلب من الشرطي ساعتها او كذا المغفرة ساعتها ويلك اتصال، الفزكة كلها تبعك بتطلب تضرب وشو مفزكين على الفاضي. بس بنشوفكم لعن اندرتين وفزكة تكون. اذا بكون ابوك بصرخ فيك صوت بتبكي مثل ولد صغير، اذا مرتك بتقتحك خناقك عم تترجاها. هلا ما تترجى ميكائيل يا فهمان. روح عزبالي انت الثاني. من فضلك استاذي برج العقرب مائي، اخذ قنين وقراءة الف مرة ساعة 12 ايه حكيناها اي ساعة من اول شي حكينا الساعة 12. برج الحوت اقرا على شفهي، هي اقرا ايه تقدر تقراها بشفهي. ماشي هذا مو حرام، يدعو لغيره ممكن افهم يا ناس الشي هذا مو حرام. لك بشرى سعد، هلا ميكائيل حرام وتبويس ايدين الحكام والمسؤولين حلال؟ لك شغلي مخيك.
رئيس الملاك ميخائيل، ميخائيل اللي احنا عنا بالعرب ميخائيل، ميخائيل بيقولوا بأوروبا هون لأسباب على حسب اللهجة عندهم، الكاف ما بتطلع معهم مثل ما بتطلع معنا الكاف، هي فمو ميخائيل بيقولوا، هي ميكائيل، فهي بتختلف على حسب اللسان، فكل لهجة بتختلف، النية وحدة. أرجوك أستاذ بجلال، ممكن حجر أفضل شيء يعملها آخر، هي حكينا أفضل الأحجار هي على الإطلاق للكل هي الروبي أو يسموه الراقو الياقوت. يا سيد موفق أن شاء الله شيء ورحمن يتخاف لا يرعان تحب الغدنة تخاف ما محتاجين من سيد النبي محمد أبو الفقه من الله يوفقك إن شاء الله تتغير كل أمورك يا علي. الله يعطيك العافية وطول عمرك. الله يسلمك يا أختي. ما يكتب اسمنا على الرمز نحن صح؟ إيه مزبوط، بس مو أختي والله، فكري رجال كلها الدقن وكلها الصوت تبعي الخشين، والساعة الثانية يا أختي هي متابعة للأستاذ يمان، فما نازل فينا أي جواب. ربنا يحفظك ويحميك ويزيدك علما ونورا، لأني محتاجة جدا لعلمك، والله عم رد عليك ما عم أصير. شكرا عندك وكرر يا قوي يا متين بالصحة والطاقة. تمام رزقنا مثلا تمام يا رب جعل حسنا سعيدة وعليكم يا رب كل الاحترام. أحسنت، هل ممكن أقوم بالتأمل ردة كلمة؟ ممكن بس بيكون من أهل التأمل، ما تكون قلبك قطيع، يعني إذا طلع لك ميكائيل رح يضل قلبك قوي لما رح تخلص من ذنب الحق. مشكور إسا الله يبارك ويامك والله يبارك لك. أنا برج الأسد قلبك طيب وحنون، طيب وانت قلبك طيب وحنون، يعني شو طاقة برج الأسد بخور؟ طاقة برج الأسد بخور، أي بخور طيب، أفضل الشيء العود، العود والعنبر. هيك ويزيكو خير زمان زمان أصحاب الباب من قدم الفكرة، يعني مثلا فهمني كمان شو نتمنى لك المال والخير والسلام. إن شاء الله كل دول العالم يصيب المال والرخاء. أنا مبسوط فيكم. هلا بدي أسرع شوي لأنه حاسس إنه طويلة القصة. طيب من هون نقدر نعرف هلا اللي ما رديت عليهم بعتذر، إنه والله كتير مبين، يعني صار أكثر من 500 وكمان عم تزيد الردود والتعليقات والله هي. فعنا هون مثل ما حكينا الحمد لله وشايفين 1300 وكسور أعجاب و30 واحد ما عجبون، فالحمد لله معناتها حققنا نتيجة مو ممتازة أكثر من ممتازة. طيب هاد معناتها بلش في عندك وعي روحاني موجود بالعالم عم يغير كتير من حياتنا. شو لازم هلا نسوي نحن لنقدر كمان نقوى أكثر وأكثر وأكثر بالقوة الروحانية؟ نحن بعاز القوة الروحانية لنقدر نحارب فيها الشياطين، نحارب الطاقات السلبية. أحاول قدر الاستطاعة ننزلكم دائما فيديوهات توعية وتعليمية، بقولكم سنة حلوة، تذكروني بالخير وأنا هتذكركم بخير، وآسف إذا طولت عليكم. كونوا بخير وسعادة وحب وسلام، تصبحوا على خير وسنة حلوة عليكم وعلي. سلام.